إسرائيل بتستخدم الحصانة الدبلوماسية في أمريكا، لكن المرة دي لابن دبلوماسي في القنصلية الإسرائيلية في ميامي، إبرام جيل ماكشوت. داز بالموتوسيكل الخاص بيه ضابط مرور أمريكي أثناء تأدية عمله. الموضوع تم بثه على واحدة من القنوات المحلية الأمريكية في تقرير تفصيلي عن الحادثة. الضابط قال في تقريره أنه حاول يوقف الشاب إبرام اللي عنده 19 سنة، وأنه عمل كمان اللازم علشان يسمعه، ولكن وعلى حسب كلام الضابط الشاب الإسرائيلي داسه عن عمد، وده مكتوب في تقرير الشرطة، غير أن إصابة الضابط في ساقه كانت قوية. طبعا تم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة، والمفروض واللي كلنا عارفينه أن مفيش حد فوق القانون، لكن تم الإفراج عنه تحت بند الحماية الدبلوماسية لأن أبوه موظف في القنصلية الإسرائيلية في ميامي. لكن رأي الخبراء القانونيين كان غير كده، واللي قالوا إن العاملين في القنصلية المفروض لا يملكون الحصانة الدبلوماسية، يعني الموضوع شكله هيكبر، خصوصاً إن إصابة الضابط كانت قوية شوية، ونقدر نقول كمان شويتين. وعلى فكرة المراسل تواصل مع القنصلية علشان ياخد منهم تعليق، لكن زي ما هو قال التعليق كان لا تعليق. الفيديو من القناة الأمريكية منتشر بشكل كبير قوي على السوشيال ميديا، وكمان ردود الفعل من داخل وخارج أمريكا عليه كانت كتير. خلونا نشوف بعض التعليقات. اللي يمكن في سؤال اتطرح على إكس، ليه قانون الحصانة الدبلوماسية موجود من الأساس؟ أما حساب آخر صخر بقى من الوضع في سؤاله، هل تم مقاضاة الضابط بتهمة معاداة السامية؟ وأخيرا في مارج اللي علقت وقالت في ناس فاكرين نفسهم فوق القانون.